خريبكا المدينة الفوسفاتية كانت على موعد مع انطلاق فعاليات مهرجان السينما الإفريقية في نسخته 15، حيث سيدخل غمار المنافسة 12 فيلما ليعكس أحسن ما أنتج على مستوى 16 دولة من القارة السمراء. انطلاقا من هذه الدورة ديال خريبكا لها ميكانيزمات ديال الإنتاج اللي تجعل كل بلاد من دول القارة الإفريقية على الأقل في المستوى اللي وصلناه في المغرب، اللي وصلته مثلا مصر، اللي وصلته افريقيا الجنوبيه، ما تبقاش القاره كلها تنتج سنويا هذه الكميه الهزيله اللي تنتج بقدر ما نصبحوا تنتباهوا بالانتاج الافريقي. القانون ديال المهرجان هو ان الافلام ما تتجاوزش واحد المده ديال السنه، يعني تكون يعني معايشه للفتره التي يتم فيها المهرجان. وفيها تمثيلية أعتقد واسعة لجل الدول الإفريقية. المهرجان افتتح بتكريم وجوه سينمائية أبدعت في مجال الإخراج كالمخرج ساسكو الموريتاني والمخرج روجي مبالا الإيفواري. الحضور بخريبكا شرف لنا جميعا وشرف للسينما، وأعتقد أن كل السينمائيين يشعرون بنفس الإحساس، وأنا طبعا أتشرف أكثر لأني حظيت بتكريم لشخصي ولعملي، وأنا متأثر وسعيد جدا. وبالتالي تبقى هذه المهرجان بخريبكا فرصة جديدة نتعرفوا بها على بعضياتنا المخرجين الأفارقة أو المنتجين الأفارقة، ما بقاش المشكل في المخرجين، حتى في المنتجين، لأن اليوم أصبحت تهضروا على المنتج كما تهضروا على المخرج. وهذا تنظر بنا عنصر إيجابي. وجديد الدورة 15 لمهرجان ستعرف تنظيم مناظرة لمختلف المراكز السينمائية الإفريقية، والهدف الارتقاء النوعي ومواصلة الإشعاع المتجدد للفن السابع.